يعني أنا موجود في الدنيا علشان الحاجات دي، فبتفرحني جدا جدا. وحتى وأنا كبير في السن، إنما لسه زي طفل صغير عندي المشاعر والإكسايتمنت دي. كل ما بشوف حاجة جديدة، مثلا اختراع جديد، عملية جديدة، طفل بقى كويس، كل الحاجات دي مهمة جدا لحياة الطبيب ورسالة الطب والمجموعة كلها. الحاجة الجميلة طبعا إنها ما هوش إنسان واحد، كان إنسان واحد عمره ما يعرف يعمل حاجة لوحده، ممكن بس ما يكونش لها تفاعل ضخم إلا لو كان بيشتغل مع مجموعة بيؤمنوا بنفس الموضوع وبيبقوا عندهم السعادة دي. بتلاقي ده موجود جدا، ده اللي بيفرحني جدا في أسوان مثلا.